حفل الفنان عمو يزيد الذي نظمه ببلدية بقعة بولاية سطيف توافدا كبيرا للأطفال وأوليائهم، حيث امتلأت بهم لأول مرة القاعة متعددة الرياضات وكان عددهم بالألف. تفاصيل أكثر مع سمير مخربش. القاعة المتعددة الرياضات لبلدية بقعة بولاية سطيف امتلأت لأول مرة عن آخرها. إنه الجمهور الوفي لعمو يزيد، لقد جاءوا بالآلاف لمتابعة حبيب الأطفال وأغانيه الهادفة. ذكرنا في مدينة بقعة، أجمل 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 مدينة رائعة، جمهور أروع. والله تفاجأت بالحضور تاع الجمهور، هذا كان من أروع ما يكون. من الساعة الأولى يعني من 11 تاع الصباح 12 كانت القاعة مملوءة، يعني هذا إن دل عن شيء فيدل على أن الأولياء حابين يربي ولادهم. حتى عامة الأطفال والاستفادة تنوعت بين متعة الغناء وفسحة الأفكار. عمو يزيد تشرف بزيارتنا في بلدية بقعة وقدم لنا أغاني ومعلومات مفيدة. عمو يزيد جات مليحة وعجبتنا المسابقة، جات مليحة واستفدنا من معلومات. يد في اليد ونربيو هذا النشأ، هذا كما رانا مثلا عبر قنوات الشروق اللي أصبحت الشروق سباقة في هذا المجال، يعني مجال برامج الطفل. حفل ناجح بكل المقاييس. عمو يزيد جمع ما لم تجمعه العديد من الجهات، والكل يتمنى عودته من جديد. كان مدينة بقعة كذلك خبر شباب، راح نرجع لكم إن شاء الله كي تسقم شوية الحال، يكون الحال جميل في الربيع ولا في الشتاء، في الربيع ولا في الصيف إن شاء الله، في حفل كبير كبير في الملعب إن شاء الله. عندما تمتلئ القاعة بهذا الشكل فذاك يعني أن هناك تعطشا كبيرا لمثل هذه البرامج الفنية والتربوية. نختم بالعناوين.